السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي أحبابي في الله، أهلا بكم في قناتنا، قناة منهوات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، نتكلم فيها عن كيف أحسب مدة الحمل بطريقة صحيحة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان تدعمونا ووصل لأكبر عدد ممكن. طيب نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. كيف يمكن حساب مدة الحمل؟ متى يبدأ الحمل؟ وكيف يمكن حساب مدة الصحيحة وتحديد موعد الولادة؟ هذه الأسئلة ترد على لسان معظم الحوامل، ولكن يجب على عدم البحث عن موعد محدد للولادة حسب حدوث الحمل، لأن حدوث الحمل لا يمكن تحديد توقيته بدقة، وكذلك موعد الولادة. ويشرح لك هذا الفيديو طرق حساب موعد الحمل الصحيح وكذلك موعد الولادة المترقب كالآتي. حساب الحمل الصحيح: يمكن أن يكون موعد الولادة بعد موعد آخر دورة شهرية بتسعة أشهر ونضيف لها 10 أيام، وبالتالي فيمكن حساب موعد حدوث الحمل بهذه الطريقة، إضافة إلى 9 أشهر وسبعة أو 10 أيام لتحديد مدة الحمل. تتراوح مدة الحمل الكاملة والطبيعية عند غالبية النساء بين 38 إلى 42 أسبوع، أي ما يعادل 82 يوم تقريبا. شروط حساب مدة الحمل الصحيحة: أن يكون لدى المرأة دورة شهرية منتظمة، ألا تكون الحامل قد تعرضت لحالة من الحمل العنقودي أو الحمل خارج الرحم قبل ذلك، ولا تكون الحامل قد تعرضت لحالة ولادة مبكرة قبل ذلك. طيب حساب مدة الحمل بالسونار: تعتبر هذه الطريقة من الطرق الصحيحة والأكثر دقة لحساب مدة الحمل، حيث يستطيع الطبيب أن يحدد عمر الجنين من خلال التصوير التلفزيوني، كما يستطيع أن يحصل على نتائج دقيقة تقريبا في حال إجراء الفحص فيما بين الأسبوع العاشر والأسبوع الثاني عشر من الحمل. يمكن للطبيب أن يقارن بين حساب الأيام التقليدي وهو موعد آخر دورة شهرية والنتائج التي يحصل عليها من خلال السونار، وفي حال كان الفارق بسيطا لا يزيد عن 3 إلى 7 أيام يمكن أن يتم الاعتماد هذا الحساب. في العادة فمدة الحمل تصل إلى 40 أسبوع أو 42 أسبوع، وما زاد عن ذلك يعتبر خطر، ويجب التدخل من قبل الطبيب المختص لكي لا يحدث مشاكل صحية للجنين والأم. طيب دلوقتي محتارة تحسبي فترة حملك صح؟ غالبا الأمهات الجدد تحتار في حساب الحمل بالأسابيع والشهور، ويظل السؤال هو يعني الأسبوع كذا يبقى أنا حامل في الشهر الكام؟ وخصوصا أن أغلب أطباء النساء يحتسب فترة الحمل بالأسابيع في ملف الأم أو السونار ومتابعة الحمل. عشان تتخلصي من حيرة حساب فترة الحمل، هنقدم لك كل المعلومات اللي تساعدك تحسبي بسهولة انت في الشهر الكام من الحمل بحسب قناتنا قناة منوعات نور. يحتسب الحمل بدءا من تاريخ اول يوم في الدورة الشهرية للمرأة، اذ يحدث التلقيح عادة بين اليوم العاشر الى 14. تعتبر الفترة الطبيعية هي 40 اسبوع، وقد تزيد او تقل بمقدار اسبوعين، اي انها بين 38 الى 42 اسبوع كما ذكرنا، وتقاس الفترة بالاسابيع لانها اشهر مختلفة ومنها ما يزيد عن 4 اسابيع. المرحلة الأولى من حملك هي أول 3 أشهر، تبدأ من الأسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع 13 من الحمل. المرحلة الثانية من حملك تاني 3 شهور من الحمل، تبدأ من الأسبوع 14 حتى نهاية الأسبوع 27 من الحمل. المرحلة الثالثة من حملك آخر 3 شهور في الحمل، تبدأ من الأسبوع 28 حتى الولادة. ويمكنك حساب كل 4 أسابيع من الحمل على أنهم شهر كامل، مع ترك أسبوع بعد أول يوم لآخر دورة شهرية لك. بمعنى إن كان أول يوم في آخر دورة شهرية لك بدءا من 5 أسابيع، فأنت حامل في 4 أسابيع وهكذا.
كما يترك الطبيب موعد أسبوع أو أسبوعين بعد أول يوم في آخر دورة شهرية في حساب موعد الولادة المتوقع، لأنه من الصعب طبعا معرفة موعد حدوث التلقيح بدقة. لذلك قد تعتقدين أن فترة الحمل 40 أسبوع هي 10 أشهر ميلادية وليس 9، ولكن الحقيقة أن ولادتك غالبا ما تتم قبل إتمام 40 أسبوع عند اكتمال نمو الجنين بشكل صحيح. وإليك جدول لمساعدتك أكثر في فهم طريقة حساب الأسابيع بالشهور. من 1 إلى 4 الشهر الأول، من 5 إلى 8 الشهر الثاني، من 9 إلى 13 الشهر الثالث، من 14 إلى 18 الشهر الرابع، من 19 لـ22 الشهر الخامس، من 23 لـ26 الشهر السادس، من 27 لـ30 الشهر السابع، من 31 إلى 35 الشهر الثامن، من 36 إلى 40 الشهر التاسع، من 41 لـ42 توقع الولادة ويبقى الحمل متأخر ويجب تدخل الطبيب. طيب، من المعلوم أنه عندما يحدث الحمل تحدث معه بعض التغيرات الفسيولوجية في جسم المرأة، وهذه التغيرات تؤثر على جلدها، ويمكن أن تظهر معظم هذه الأعراض أو بعضها طبعا لطبيعة المرأة الفسيولوجية، ولكن مع ذلك فإن إمكانية معرفة بالضبط أين أنت في فترة الحمل يمكن أن يكون أمرا مريبا. لذلك سنوضح لك سيدتي في هذا الفيديو المعلومات المفيدة حول حملك وموعد بدايته. تحديد بداية الحمل، إن معظم النساء في ذلك العاملين في مجال الصحة يحسبون تاريخ الحمل على أساس آخر دورة شهرية، فلتحددي بداية الحمل وحاولي أن تتذكري متى بدأت الدورة الشهرية الأخيرة لديك، مع العلم بأن اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك يحسب كيوم من الحمل. بعض النساء يفضلن اعتماد فترة الحمل من اليوم الذي حدثت فيه الإباضة خلال الشهر الذي أصبحت حاملا فيه، وهذا سوف يعطيك موعد تقديريا فقط للحمل، والذي يكون عادة بعد حوالي أسبوعين من اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك. حساب تاريخ وضع الطفل، يكون حساب تاريخ الوضع أحسن وأفضل إذا كانت الدورة الشهرية لديك منتظمة وتأتي كل 28 يوم تقريبا. فإن كان لديك عدم انتظام في الدورة الشهرية فلن تستطيع معرفة تاريخ آخر دورة شهرية لك، وإذا كانت دورتك تتفاوت في الطول فالعد من اليوم الأول من آخر دورة شهرية قد لا يعطيك التاريخ الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه. فيمكنك الاستعانة بفحص الموجات فوق الصوتية، فعند أول فحص بالموجات فوق الصوتية ستحصلين على تاريخ أكثر دقة لتوقيت وضع طفلك، لأن الفحص يكون بقياس طفلك من رأسه إلى أسفل جسمه، وهذا يدخل فيه حسابات ليعطي فكرة أكثر دقة لمدة طول فترة حملك. عندما يتم الطفل سنة واحدة من العمر يكون قد أنهى السنة الأولى له على قيد الحياة، وهذا يعني أنه سيكون عمره سنة واحدة خلال سنته الثانية من العمر الثاني. وبالمثل لديك عند إكمال الأسبوع الأول من الحمل ستكونين حامل في أسبوع واحد، ولذلك سوف تحسبين حاملا لأسبوع واحد فقط أثناء الأسبوع الثاني. لذا في الأسبوع الثاني أنت حامل بالأسبوع واحد فقط، وفي الأسبوع الثالث أنت لديك أسبوعين من الحمل، وهكذا. مدى دقة تاريخ الوضع، موعد وضعك لطفلك هو مجرد تقدير لمتى سوف تلدين طفلك فقط. في حوالي 5% من الأطفال يأتون في موعدهم، فمعظم الأطفال يوضعون بين الأسبوع 37 والأسبوع 42 من الحمل، ولذلك فمن غير المحتمل أن تلدي في تاريخ الوضع الفعلي، وهو مجرد تقريب لوقت الولادة. الترت في الحمل، الترت يعني الفصل أو 3 أشهر، حيث أن معظم حالات الحمل هي حوالي 9 أشهر، وينقسم كل الحمل إلى 3 أثلاث تحدث فيها عدة تغيرات في جسمك كالتالي. إن الأشهر الثلاثة الأولى تستمر منذ بداية الحمل حتى فترة 13 أسبوعا، والثلث الثاني يمتد من الأسبوع 14 حتى الأسبوع 27، والثلث الثالث يمتد من الأسبوع 28 من الحمل حتى ولادة طفلك. وقد تسمعين أيضا الناس يتحدثون عن الثلث الرابع
وهذا يشير إلى 3 أشهر بعد الولادة. كم يستمر الحمل؟ يعتمد ذلك على طريقة الاعتماد على حسابه، ولكن معظم السيدات يحددن طريقة الوضع عن طريق عد 40 أسبوع من اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنتات، وإن شاء الله يتم الرد عليه أول ما يوصلني فورا. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الحلقة أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان تدعمونا ويوصل لأكبر عدد ممكن. وأي حد محتاج يتكلم في أي موضوع يكتبه في الكومنتات، وإن شاء الله نعمل عليه موضوع كامل متكامل يفيدكم بإذن الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.